21 بندا ناقشه اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية 31 لتحريك عجلة التعاون الاقتصادي وفتح آفاق الشراكة في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة. احنا انتهينا من البنود على جدول الأعمال، وكان روح التعاون والتضامن العربي واضحة في خلال الاجتماعات، والحمد لله صارت بشكل متميز وفي اتفاق كبير جدا ما بين الوفود العربية. القرارات لها علاقة في الواقع العربي ككل، من أهمها طبعا الواقع الأمن الغذائي العربي، استراتيجيات العلاقة في موضوع التجارة البينية والجمارك. في ظل ما يشهده العالم من تغيرات، تحول الأمن الغذائي العربي إلى أهم نقطة خلال الاجتماع. الملف المهم الذي المسجل في جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملف الأمن الغذائي، أشرت في الجلسة السابقة إلى أن هذا الملف يحظى بالأولوية في العمل العربي المشترك، خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها العالم بما فيه الوطن العربي. السودان الآن لديه 9 مليون هكتار قابل للزراعة، تنتج 36 مليون طن، وبالتالي الدول العربية تستورد 28 مليون طن، إذا راح يصير عندنا زيادة أكثر من 6 مليون طن إذا الدول العربية استثمرت في بلد قريب جدا. منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد العربي الجمركي أحد أبرز النقاط التي حملتها الأجندة الاقتصادية لدول الوطن العربي. عندما أقرت منطقة التبادل الحر بين البلدان العربية ودخلت حيز التنفيذ، ظهرت الحاجة إلى الاتحاد الجمركي، وهو الآن ملف تحت الدراسة، وحصل فيه تقدم معتبر. تطورات التعاون الجمركي العربي، وقع وصادق 7 دول عربية على الاتفاقية، وبذلك دخلت الاتفاقية حيز النفاذ لاتفاقية التعاون الجمركي العربي، وأيضا بخصوص اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التزمت فيه 12 دولة عربية. على الرغم من أنها حملت مشاكل اقتصادية كبيرة، إلا أن طاولة الاجتماع تسع لطموحات أكبر وآفاق واعدة لرؤية اقتصاد عربي قوي ومشترك.